تقرأ تاريخ الصحابة بينك بين الله إنصافا بدون تطرف، كلهم صحابة. شايف منو جنب بيت الزهراء؟ منو حرق بيت فاطمة؟ منو مدولش؟ من الشيشان جو لو صحابة قاعد يمهم نبيهم، عاشوا كل تفاصيل الرسالة من مكة للمدينة مرافقينه. والقرآن يصيح ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالهم جيبوا لي ورقة وقلم أكتب لكم وصية أحميكم، ترى كل الأمم تعرضت إلى ضلال بعد رحيل أنبيائها، مو صحيح ولا صارت ردة عند كل الأمم. قالهم أرد أحميكم من الضلال، ائتوني بكتف ودوات. اللي ويا مرافقة من أول خطوة من خطوات الإسلام من مكة للمدينة عمر بن الخطاب قال دعوه لقد هجر. كان اللي بالبادية عايش يقول اللي ما مصلي ويا النبي ولا سامع حديثه ولا شايف شكله.